بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن السيلينكلوجنز. السيلينكلوجنز لتعريف السيلينكلوجنز تمبرر نون ليفينج كومبوننتس اوف ذا سيتوبلازم. نون ليفينج معناها ان ملهاش انزيماتيك اكتيفيتي. دي هي استراكشرز الانزيمز بتشتغل. السيلينكلوجنز انا بحب اقسمها الى نوعين: stored metabolic product و pigments. stored metabolic products نوعين، يا اما carbohydrates او lipids. يبقى احنا دايما ماشيين مع كلمة اتنين stored food و pigments. stored food اتنين: carbohydrates و lipids. البيجمنتس يا اما indigenous يا اما exogenous pigments. الindigenous pigments اشهر مثالين الهيموجلوبين والميلانين، والاكسجينس بيجمنتس اللي هي الكاروتين والكربون بارتيكل. لكن في الكتاب عندنا احنا بنقول ان انواعها ثلاثة: ستورد فود وبيجمنتس وكريستلز. الستورد فود اما كربوهيدراتس او ليبيدز او بروتين. البروتينز اللي هي السكريتوري جرانيولز، لو اتخزنت جوه الخلية هسميها سيلينكلوجنز. تعالوا نتفرج على الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي واحد واحد. ده الليفر، والليفر زي ما انت شايف بياخد السيركيوليشن بتاعته من كل الجاسترو انتستينال تراكت، من اول الاستومك لحد نهايه اللارج انتستين. كل الفينس بلاد اللي بيطلع من السيستم ده لازم الاول يعدي على الليفر. طب ما البلاد ده شايل الكربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز، شايل كربوهيدراتس في صوره جلوكوز، وشايل بروتينز في صوره امينو اسيدز، وشايل الليبيدز في صوره فاتي اسيدز وجليسرول. الكلام ده كله بيعدي على مين؟ بيعدي على الليفر. الكربوهيدرات عشان يتخزن جوه الليفر ما ينفعش يتخزن في صورة جلوكوز، امال هيتخزن في صورة ايه؟ في صورة جلايكوجين. الجلايكوجين جليولز تبدأ تتخزن جوه الليفر. يبقى انا لو خدت السكشن في الليفر المفروض اشوف فيه الجلايكوجين. انا شايف جلايكوجين، انا شايف نيوكليس وحواليها سيتوبلازم، نيوكليس وحواليها سيتوبلازم لونه احمر. لكن الجلايكوجين ممكن يكون هو الفراغات البيضة دي ليه؟ لان وانا بحضر السكشن بتاعي بالهيماتوكسينين واليوسين انا استخدمت الميه اعمل ديهيدريشن وريهيدريشن، ديهيدريشن وريهيدريشن. في عمليه الديهيدريشن والريهيدريشن الجلايكوجين اللي هو النشا يعني هيدوب في الميه، شيء طبيعي، هيوقع من السيتوبلازم، ما اقدرش اتفرج عليه بالهيماتوكسين واليوسين. امال اعمل ايه؟ اسبغ السكشن بتاعي بستين بسميها البيستس كارمين. البيستس كارمين ستين بتسبغ لي الكربوهيدرات بس. يبقى اللي انا شايفه قدامي ده جلايكوجين جرانيولز موجوده جوه الليفر بالالكترومايكروسكوب. اقدر اشوفها، شفناها قبل كده بالالكترومايكروسكوب. ادي جلايكوجين جرانيول وادي الجلايكوجين جرانيولز. يبقى دي جلايكوجين جرانيولز ودي جلايكوجين جرانيولز. عندي نوعين من الجلايكوجين جرانيولز، في الفا وفي بيتا. الالفا بتبقى صغنونه كده والبيتا بتعمل روزيت شيب بالشكل ده. بيبقى الجلايكوجين مينلي في الليفر والماسل سيل، شيء طبيعي. الليفر بيخزن والماسل سيل بتخزنه لان هي بتستهلكه كمصدر للطاقه، هي بتحتاجه في كل وقت لان الماسل طبعا على طول شغال وبالتالي محتاج انرجي عاليه، يبقى لازم تخزن جواها البنزين اللي هي محتاجاه واللي اسمه جلايكوجين. باللايت مايكروسكوب ما اقدرش اشوفه بالهيماتوكسين ويوسين. احنا شفنا الشريحه بتاعتنا ما كانش فيها ابدا جلايكوجين، لكن علشان اشوفه بس بطريقه ما استخدمش فيها الديهيدريشن والريهيدريشن اللي هي البيستس كارمين. بالالكترون مايكروسكوب بيبقى الكترون دنس اجريجيتس بسميها بيتا روزيت، وشفناها برضو سمول كلاسترز اوف الفا بارتكل، يا اما دي يا اما دي، اما الاثنين مع بعض. الليبيد دروبلت موجوده فين؟ الليبيد دروبلت في الاديبوز تيشو، في السوبر رينال كورتكس او الادرينال كورتكس، في برضو السيلز اوف ذا ليفر. طبعا السيلز اوف ذا ليفر عرفنا التفسير بتاع. طب السوبر رينال جلاند، في السوبر رينال جلاند بتعمل لي ايه؟ استيرويد هرمونز. في الاديبوز تيشو لان هي ده المخزن بتاع الليبيد دروبلت. باللايت مايكروسكوب اقدر اشوفها؟ ما اقدرش اشوفها بالهيماتوكسين يوسين. ليه؟ لان بيدوب مني في الاورجانيك سولفنت. ايه هي الاورجانيك سولفنت اللي استخدمتها اثناء تحضير الشريحه بتاعتي بالهيماتوكسين يوسين؟ الالكحول؟ لا مش الالكحول، امال الزيلين. يبقى الزيلين بيدوب لي الليبتس، شيء طبيعي. انت لو عندك بقعه بتحب تدوبها بتدوبها بالبنزين او درجه من درجات البنزين، يبقى استخدامي للسولفنت ده بيدوب لي الليبيدز اللي موجوده جوه السيلز بتاعه الشريحه بتاعتي. يبقى ما اقدرش اشوفها، لكن عشان اتفرج عليها اتفرج عليها بالسودان 3 او السودان بلاك. لو سبغت بصبغه السودان 3 هيبان الليبيدز بتاعه لونه اورنج، لكن لو بالسودان بلاك او بالاوزميوم الاثنين هيخلوا لي
الليبيدز بتاعه لونه بلاك. ليه بقى نتفرج كده على الكلام ده عملي؟ ده اوبيز اهو، ده البروتونيوم اهو، شايف مليان ليبيدز زي اللي هو لونه ابيض ده، وده سيكشن في البروتونيوم، خدت حته من البروتونيوم وفردتها وسبقتها بالميدوكسين يو سي. ايه اللي باين عندي دي؟ دي الفات سيلز. الفات سيلز زي ما انت شايف فراغات، اهي فراغات اهي. ليه؟ لان كان كل السيتوبلازم ده مليان ليبيد دروبلت. الليبيد دروبلت ده بتمن اثناء تحضير الشريحه، ما بقاش غير النيوكليس، بقت عامله زي الخاتم، بسميها سيجنت رينج ابييرنس. اهي دي الخليه ودي النيوكليس بتاعتها، دي الخليه ودي النيوكليس بتاعتها، دي خليه ودي النيوكليس بتاعتها. يبقى ده، لكن ده لو صبغت بالسودان بلاك، السيلز اللي كانت فاضيه بقى لونها اسود. ليه؟ لان هي مليانه ليبيد، والليبيد بيتصبغ بلاك بالسودان بلاك او بالاوزميا مالدي اي دي. دي فات سيلز، ادي واحده ودي واحده ودي واحده لونها اورنج. ليه؟ اصل هي مصبوغه بالسودان 3. بالالكترون مايكروسكوب بيبان، بالالكترون مايكروسكوب بيبان از هوموجينس الكترون ليوسنت فاكيول. الهيموجلوبين، الهيموجلوبين ده بيجمنتس موجوده جوه خلايا مخصوصه بسميها ريد بلاد سيلز. يبقى ده اكتر بيجمنت اقدر اشوفها في جسم. امال ايه الميلانين؟ It is produced by melanocyte in the form of melanosomes secretory vesicle. يعني الميلانين اصلا بيتصنع بخلايا بسميها الميلانوسايتس. الميلانوسايتس دي لما بتصنع الميلانين جواها بيبقى اسمه ميلانوسوم، بيطلع في صورة secretory vesicle. السكريتوري vesicle دي بتروح فين؟ هتروح لخلايا تانية. اسمها ايه الخلايا التانية دي؟ اسمها كيراتينوسايت. يبقى الكيراتينوسايت بتبدأ تاكل الميلانوسومز، يبقى cell inclusions. لكن تعالوا نتفرج كده، ده السكن. لو اتفرج في السكن الاقي فيه خليه اسمها الميلانوسايت، شايف لها تشعبات ازاي؟ طالعه عامله زي الاخطبوط. في جواها الكيراتينوسايتس، الخلايا اللي جواها دي اسمها ايه؟ اسمها كيراتينوسايتس. المنظر مش واضح قوي، لكن دي الخليه اللي اسمها الميلانوسايت، اللي هي الصفرة دي، دي اللي هي الميلانوسايت، طلع عليها صوابع اللي فوق كده. الميلانوسايت دي مليانه كيراتينوسايت بالشكل ده، دي مليانه كيراتينوسايت بالشكل، شايف الكيراتينوسايت اللي هنا دي، اهي دي مرصوصه كيراتينوسايت. الميلانوسايت بتطلع ميلانين بيجمنت، او الميلانين بيجمنت طالع منها ازاي؟ سكريتوري فيزيكلز. السكريتوري فيزيكلز دي هتروح فين؟ هتوه مني في الشارع؟ لا، هتدخل جوه الخلايا الثانيه دي، تقوم تصبغها لي هي كمان بنفس اللون. الميلانوسايت دلوقتي مليانه ايه؟ مليانه ميلانين بيجمنت. الميلانين بيجمنت ده مين اللي مصنعه؟ بيصنعها الميلانوسايت. يبقى الميلانوسايت دي لو لونها اورنج، شيء طبيعي ان الكيراتينوسايت هيبقى لونه اورنج. الميلانوسايت دي لو لونها اخضر، شيء طبيعي ان الكيراتينوسايت اللي جواها هيبقى لونه اخضر. لو لونه افريقي بالشكل ده، شيء طبيعي ان الكيراتينوسايت اللي جواه يبقى لونه افريقي. لو نتفرج مع بعض على الفيلم الظريف ده، نشوف قد ايه الميلانوسايت ممكن تتغير معايا. يبقى الميلانين بيجمنت موجود فين؟ في الكيراتينوسايت اوف ذا سكن، ما اقولش في الميلانوسايت بقى، لان الميلانوسايت بتصنعه بس ما تخزنوش جواه. موجود في البيجمنت ابيثيليوم اوف ذا ريتنا، ده غير الايرس. الايرس وجود الميلانين في الايرس ده بيديني لون العين، واحد على لونه خضراء، لان الميلانين بيجمنت بدرجه معينه، وكل ما الميلانين بيجمنت يكتر في الايرس يتغير لون العين لحد ما يوصل للبلاك. اما في الريتنا بيبقى موجود ميلانين بيجمنت علشان يمص لي الضوء الزياده، لما يمص الضوء الزياده يخلي الرؤيه حلوه. موجود في حاجه اسمها سبستانشيا نيجرا اوف ذا برين، وده مكان هتعرفه ان شاء الله لما تاخد السي ان اس بالتفصيل. ايه الفانكشن بتاعت الميلانين بيجمنت؟ طبعا وجوده في السكن بيحميني من اشعه الشمس، وجوده في العين بيحميها من الرؤيه المش واضحه، بليرنج فيجن، يعني الرؤيه اللي مش واضحه. ايه بقى اللايبوفيوسين بيجمنت ده؟ ده رقم 3 من الاندجينس بيجمنت. اللايبوفيوسين بيجمنت ده عباره عن سكندري ليسوسومز. السكندري ليسوسومز اشوفها فين؟ اشوفها في الخلايا اللونج لايف. يعني ايه لونج لايف؟ لونج لايف يعني عايشه معايا طول العمر. في اللونج لايف سيلز
بتبان ايه في صورة يلوش براون سبستنسز موجودة فين في النيورونز والكاردياك ماسل. ايه حدوتتها، ايه اصلها، ايه حكايتها؟ دي عبارة عن indigestible materials. بتيجي منين؟ بتيجي من السكندري ليسوم اللي بتحول الريزيديوال بودي، الريزيديوال بودي كان بريزيديوال بودي كان بريزيديوال بودي، يديني اللي احنا بنسميه اللايبوفيوسين بيجمنت. بشوفها فين اللايبوفيوسين بيجمنت؟ في اللونج لايفد سيلز. ايه هي اللونج لايفد سيلز؟ النيورون والكاردياك ماسل. كل ما العمر يزيد كل ما اللايبوفيوسين بيجمنت بتاعتي بتزيد، يبقى انا ممكن استخدمها في الطب الشرعي واقدر احدد منها عمر الحاله بتاعتي. الكاروتين بيجمنت، يعني ايه كاروتين بيجمنت؟ ما كاروتين دي من كاروت، وكاروت يعني جزر طالعه من الكاروت، ولذلك لونها اورنج اللي هي بتمثل فيتامين اي. يبقى الفيتامين اي هو الكاروتين بيجمنت، يبقى ممكن استخدم كلمه فيتامين اي وممكن استخدم كاروتين بيجمنت. الفيتامين اي اسمه كاروتين ليه؟ لان ميلي موجود في الكاروت وبيديه اللون الاورنج. لو اكلت كاروت كتير هيغير لون السكين بتاعك الى يلو كلر. طب وايه اللي يخليني اكل كاروت كتير؟ يجبرني اكل الكاروت كتير. هل ممكن انت كدكتور تنصح المريض بتاعك ان ياكل كاروت كتير؟ ممكن. امتى؟ في حالات الرجيم. لكن لو صادف ان واحد اكل كميه سلطه كبيره قوي لان الدكتور فرض عليه رجيم معين وكانت السلطه دي فيها كميه كاروت كتيره، شيء طبيعي ان السكين بتاعه هيتحول الى اللون الاصفر. ليه هيتحول للون الاصفر؟ لان الخلايا بتاعته اللي هي الكيراتينوسايت هتبدا تخزن الفيتامين اي ده جواها وتبان لونها اصفر. هذه الكاروت عملناه سلطه واكلناه، في الاخر بيتحول الى في النهايه بتنتهي ان صدرنا بقى مليان كاربون بارتكلز بيلاكن زلانك بس لا، وبيخلي اللنج تدخل فيه كانسر. واكتر سبب للكانسر لنج هو التدخين. بيجمنتس كان بي انتروديوسد انتو ذا سكن، ده نوع تاني من الكاربون بارتكلز بنسميه تاتو، التاتو ماركس. يبقى بيجمنتس كان يبقى ممكن الكاربون بارتكلز اللي تدخل اللنج وممكن تدخل السكن. طبعا تدخل اللنج السحابه السوداء والتدخين، تدخل السكن عن طريق التاتو ماركس. دي الابر اللي كانوا زمان بيستخدموها في صناعه التاتو ماركس. كانوا بيعملوا ايه؟ بياخدوا الابره دي يملوها صبغه ويدخلوها جوه السكن لحد ما يوصلوا للمكان اللي فيه الميلانوسايتس، وبعدين يبداوا يغيروا الجينز بتاعه الميلانوسايت بحيث دايما تفرز الصبغه دي. لما تفرز الصبغه دي الكيراتينوسايت، يعني فاكرين طبعا المنظر، الكيراتينوسايت تبدا تاخد الصبغه دي وكل لون السكن في الحته دي يبقى لونه ازرق زي ست الكل دي. ما احنا شايفين التاتو بتاعها مرسوم بيرمننت، ما يتغيرش ابدا، تكبر تصغر يفضل التاتو بتاعها مرسوم عليها. ده راجل طبعا حط التاتو في المكان ده بيرمننت. ايا كان انا برسم التاتو بيرمننت، لكن التاتو ده مش بيرمننت، ده مجرد استين على السكن